يا ربي أنا ما بدي بعد عن بابا. يا ربي أنا مو حابب أروح لعند الماما أبداً. نحن رح نبقى حبابين دائماً وما بقى بدنا ألعاب أبداً. نحن ما رح نطلب شي من بابا، كمان ما بدنا أكلات طيبة. بترجاك يا ربي نحن مو حابين نبعد عن البابا أبداً. يا ربي إذا بتحقق لي أمنيتي بوعدك إني ضل حبابي على طول. بترجاك يا ربي. امشوا يا أولاد، هلأ أمكن رح تجي تأخذكن معها. يلا روحوا. ماما نحن بدنا نضل مع البابا. بابا ما بدي روح مع الماما. حبيباتي ما تنسوا انكم وعدتوني انكم ما تبكوا ابدا، وانكم رح تكونوا اولاد حبابين. روحوا. باني أتارفة تعود ياكل كورن فليكس مع الحليب، وكريشنا ما بتشرب الحليب بدون موسيقى. بترجاكي ما تحرميهم من هالشي، وانتو اسمعوا كل كلمة بتقولها الماما، فهمانين؟ بابا لا تروح. بابا ارجع. بابا. سيد جاي. انت نسيت شغلة، نسيت ولادك. هلأ الولاد رح يضلوا معك على طول. شو؟ أنا ما فهمت شو قصدك يا باني، يعني الأولاد. يلا روح. باي ماما. شكرا يا ماما.